جسر هامبل يمثل المدخل الرئيسي للبؤرة الجديدة لتفشي كورونا في المملكة المتحدة. إنها مدينة هل شمال شرقي إنجلترا. هنا في مستشفى المدينة تتزايد الوفيات بالطراد، والمسؤولون يكثفون جهودهم لمحاولة احتواء الأزمة، فإجراءات الإغلاق المطبقة في عموم إنجلترا لم تعد كافية. كثير من الناس يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، نحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة. رأينا كيف نجح الإغلاق الشامل في الحد من تفشي الفيروس، وأعتقد أننا نحتاج إلى نهج مماثل مع اقترابنا من ذروة الموجة الثانية. أما في الشارع وبشكل عام، فيبدو أن هناك انقساماً بشأن درجة الإغلاق الذي تحتاجه البلاد، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة. بعض الناس يتعاملون مع الأمر بتوجس كبير، وآخرون غير مهتمين، والأمر صعب للغاية مع اختلاف وجهات النظر في المدينة. أتمنى أن أذهب إلى لندن لزيارة عائلتي، ولكن يجب أن نلتزم بالتعليمات. المطالبات بإجراءات أشد صرامة تتضمن إغلاق المدارس وفرض قيود على حرية حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى، كما حدث خلال الإغلاق الأول في مارس الماضي. ورغم تأكيدات بوريس جونسون على أن هذا لن يحدث، وعلى أن الإغلاق سينتهي مطلع ديسمبر المقبل، إلا أن الظروف قد ترغمه مجددا على تغيير تعهداته، خصوصا بعدما اضطر هو شخصيا للدخول في عزل ذاتي، أمر يعني أن الاضطراب الناجم عن كورونا قد يستمر أطول مما توقع الكثيرون. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.